صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم كانت الجمعة الأولى في مسجد عبد الرحمن بن عوف الذي بني جديدا وافتتح ضمن المساجد المفتتحة يوم الثلاثاء الماضي، واليوم نؤدي فيه أول جمعة بعد إتمامه. وبالمناسبة فهو مسجد بناه أحد المحسنين بماله الخاص بعد أن كان عبارة عن سكنة، وحوله إلى هذا المسجد كما يظهر في الصور. ونحن ندعو المحسنين والمنفقين أن يجتهدوا في هذا المجال وأن يسارعوا في الخيرات، لأن مثل هذه الأعمال هي صدقة جارية تقوم وتبقى على الدوام، تؤدي دورها وتدخل الحسنات والأجر والثواب على صاحبها ما دامت تستثمر وتستغل. وندعو الله تعالى أن يبارك في أعمال المحسنين. السلام عليكم. نشهد أن الله أمر ببناء مساجد بيوتا تعمر بالذكر والقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أخوة الإيمان، شرفنا لسنوات عديدة حين افتتح مساجد، وسبحان الله أي افتتاح كيجي في وقت مناسب حاليا. الناس المقاومة كيعطيو واحد منها وقاوم، كل من شهد بدر وكان مئة منهم اللي كان حي ذاك الوقت، عبد الرحمن بن عوف أعطى لهم 400 دينار واحد. شحال كدير؟ 50 مليون. 100 يعني 5 مليار. أخي المؤمن وأختي المؤمنة، أعمال صالحة جليلة ضخمة عملاقة، مشاريع كبيرة في الدين والدنيا قدمها عبد الرحمن بن عوف بين يدي عمره 72 سنة. يعني رغم ذلك لما حضرته الوفاة فكان بكاء شديدا، اعترفته واجعل هذا البيت سببا لدخوله المدفع وسط عالم. اللهم اجزهم خير الجزاء على ما بذلوا وانفقوا، اللهم ثقل موازينهم واغسل به ذنوبهم وطهر به قلوبهم. وكل مساهمة في هذا المسجد إشارة بالرعي بالجهد بالعمل بالتخصيص والحضور اللي حضرناه من قبل بالبناء. ندعو الله تعالى أن لا يحرم أحدا من الأجر والثواب. اللهم أسعده وأفرحه وكلم أعماله. اللهم كلم أعمال المحسنين والسلطات المحلية والمباشرين للبناء، كلم أعمالهم بالتوفيق والسداد وضاعف لهم الوثاق المثوبة والأجر. اللهم أصلح مالهم وأصلح أولادهم وأهليهم وذريتهم.
وصلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم احفظه في حاله وأرحاله وبارك في خطواته، اللهم بارك في ولي عهده سمو الأمير مولاي الحسن وأقر عينه به وبسائر أفراد الأسرة الكريمة. اللهم اجعل أولادنا صلحاء فضلاء علماء، اللهم نبه أولاد الإحسان، اللهم أقيدهم قرناء الصالحين واجنبهم قرناء السوء، اللهم وفقهم في أعمالهم وفي دراستهم وفي امتحاناتهم، اللهم نور تفكيرهم ونور بصائرهم ونور عقولهم، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا واحفظ نسائنا وبناتنا واحفظ زرعنا وضرعنا ووفر تجارتنا، اللهم اجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين، اللهم تقبل برحمتك الواسعة الملكين المجاهدين الملك الفتح الدائم والملك أحمد الخامس، اللهم اغفر لهما وارحمهما وسدد شهدائنا واغفر لهما وارحمهما ونور قبورهم ونور ذرائعهم واغفر لنا جميعا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولقرابتنا ولأصدقائنا ولأصهارنا ولجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أموالكم
السلام عليكم. السلام.